26 7 28 29 بعدها بالحلو نعمل والدولارات تقريبا يطلبون 4000 عجبي يوه فهود نسيته انت ياخذ الفلوس هلو منو هني anyone here hello بسم الله الرحمن الرحيم هذه 400 دينار مثل ما اتفقنا يا ما شنو 400 انا قلت لك ابي 500 عاد شوف شوف عاد الفلوس هذه من جيبي هذاك خشتهم اي والله وتحط عينك عليهم كل شوي تقول لي ابي لا 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 تحاتي ماني جايك كل يوم اقول لك ابي بس لحتشت شنو قلت لك لا تقول ابي بس هذيلا خشتهم حق امور ثانيه عديتيهم كم طلعوا حول 12000 12000 زين الذهب كم تهجين يطلع قبر عليك حاط عينك على الذهب اسمعني عاد مثل ما قلت لك مو الذهب وتقول فلوس انا هذيلا خشتهم عشان عرسك اي والله يمه والله كنش تدرين عاد اقول لك شيء تدرين اه مسكين طرق دعم العماله الراتب طاير ما باقي منه شيء قص سياره ومكالمات تليفون وبنزين يعني ما يبقى منه ولا شيء بس اقول لك والله برافو عليك تفكرين خشيهم لا بغيت اتزوج وترى شكله قريب مو بعيد شلون يعني قريب بس قاعد افكر بالموضوع يعني انت مخك وين راح لا انا مخي بمكانه ما راح مكان بس يعني ام حبيبي لو فكرت تتزوج لازم تكون متوظف ووظيفه سنعه على الاقل الناس اذا سالوني اعرف ارد عليهم لا تحاتيني ما لا تحاتين راح اشتغل وراح اتوظف لا تحاتين بنشوف اقول لك ام فهد ترى هذيل 400 وانا قلت لي 500 عاد 100 اقساط كل شهر 20 ما انا قايل شيء اقول هذا لحق 6 اشهر هي هو شنو حكيه شوني شايف الجنطه متروسه زين سلمنا على 400 يا طلع عيد لايكم ناقصين بعد اذا على بالكم المعرض هني سايب لا حسيب ولا رقيب فغلطانين ايش فيكم انتم ما تستحون لا اخلاق ولا ادب ولا شيء انت وياها اعتبروا نفسكم مفصولين من هني فاهمين ولا لا جنان انا اقول لو رجاء لو سمحتي لو سمحتي لا تتدخلي انا ما كلمتك انا ما اقدر اتجاوز على اللي شفته اليوم مسخره وقله ادب وقله حياة احمدوا ربكم ما كلمت الشرطه طلعتكم بفضيحه من هني استغفر الله العظيم من هالدقيقه تسلمون العهده مالت المعرض كلها حق مدام رجاء يلا طلعوا برا طلعوا يلا شوفوا لكم كافي ثاني لين ما اكلت الاقامه اف انا بروح اسلم من وحدته قطيعه استغفر الله العظيم شو هالاشكال امي تنام الساعه 2 وابوي ينام بعدها بنص ساعه احنا ننطر احتياط ساعه نص ساعه زياده بعدها نطلع وفهد وهي علي لا تحاتي فهد فهد ما يدري وين الله قاطه 24 ساعه بغرفته عموما كذي ولا كذي انا بفتر البيت كله وبشيك على البيت كله انهم ناموا وتاكد بدق لك رنه انت وقتها انطرني عند الباب زين وين بنروح واي علي يعني وين نروح نروح فندق انا اخذ غرفه وانت تاخذ غرفه اسبوع على ما ينحل موضوعنا هديل انت متاكده باللي بتسوينه اي طبعا متاكده علي انا الف مره قالت لك أنا ما أقدر أعيش مع أحد غيرك، مستحيل أتزوج أحد غيرك، بعدين أمي وأبوي هم اللي جبروني على هالشيء.
هاي شلونك؟ تأخرت عليك؟ لا عاد ايش دعوة؟ ها نبداها من الحين كذ؟ شوف راكان، عشان تخليني احترمك لازم ابدا 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 ما تكذب ولا شيء. ايش دعوة ايش دعوة؟ ترى ما قلت شيء بعدين، انا ما كذبت بس جاملت شوي. نفس الشيء مجاملة كذب. زين قول الصدق، تأخرت عليك؟ يعني شوي بس، يعني انا كنت حاط ببالي انك متأخرين، اكيد انت طالع من المدرسه وراح تعيش الزحمه وتردين البيت وتغيرين ملابس. ترى حتى انا ما جيت مبكر، صار لي 10 دقائق بس. نايس، شفت شلون؟ خليك كذي على طول. وانت على طول شي تبين بوي واحد سخطي حلمي انا اول شيء. يعني كلامك ممكن يكون صح في حاله واحده، لو ما انطعنت قدامي شالوك ودوك المستشفى وطحت غشيان وحالتك حاله، يعني اذا عقب هذا كله ما تطيح الميانه متى تطيح؟ شفيك طالعني كذي؟ عم بيلا يكون دروسي مدمره من الحمرك، لا تصير وياي حركه. لا 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 تحاتي، ما شاء الله عليك ما في شيء غلط، بس قاعد طالعك يعني ما يصير. انا ما ادري ايش فيني، يعني شوي مشططه على مدودها على خايفه كل شيء. ليش؟ ايش صاير يعني؟ ما ادري، مستانسه لاني بشوفك يمكن. أنا بعد. شو فيك تضحكين؟ وجهك لو تشوفه وجهك صار أحمر، يعني حليلك حيوي. للحين في شباب يستحون؟ لا أنا يعني مو مستحي بس. بلا ترى عادي لازم تتعود عليه، أنا كذي وايد صريحة ما أحب اللف ودوران وقطها بالوجه. زين ما تبي تطلبين يعني؟ حد يوعد. إي أوكي أنا بعد. سوري والله على ما طلعت من الدوام رديت البيت بدلت وجيتك بعد. لا حبيبي هذه مو مشكله. شو ما كفتيني انت؟ داخل زحمه، الاوادم فوق بعض، ما ادري ايش صاير، ما ادري. انا اقول خلينا نروح مطعم ثاني. يلا زحمه؟ ايه وين الزحمه؟ ما اشوف في سيارة. ايش قصدك يعني يوسف انا اكذب عليك مثلا؟ اقول لك الاوادم داخل فوق بعض، ما الظاهر مطلعين مدرسه رحله شيء كذي، ما ادري. اوكي خلاص كليتيني، تفضلي نروح مطعم ثاني. يلا هديتي ولا بعد؟ يعني كل هذا ويعني فيروز وشموع ولافندر تي وهم يعني؟ والله لو شاي الهند كله ما يخليني انسى اللي شفته من ساعه. قطيعه تقطعها واي جنان، مو من صدقك؟ خلاص انسيهم، ادلفها وقطيعه تقطعهم، مش حق حاره روحك. انا كلش مو وقته، انا بروحي مو متركعه. أجاب سليمان يوسف وعرسه المحرض ود. أوف. تحسفتي إن اشترطتيهم؟ لا طبعاً الله ياخذهم، إيش دعوة تحسفه، بس يعني قاهريني، شلون بنتصرف الحين؟ لا تحاتي، أنا موجودة وعندنا سهير ومنال والبنات بيعاونوني. لا تحاتي، كل شيء بيصير أوكي على ما نلاقي بديل. الله يعين. إلا جنان صار شيء مع سليمان؟ ما أعرف، صخة من أمس ما لحس. إنزين شو نتوقعين خطوته الجاية؟ ويا رجاء إيش كثر تحنين؟ إيش فيك إنتي؟ كلش مو وقته. سليمان عاد الحين، أنا بروحي راسي يعورني بينفجر، أبي أريح تقولي لي سليمان. خلاص إهدي، صايرة كلش كبريت تحاكين، إنتي مو زين على قلبك. علي على هالقلب ما ادري شنو بيتحمل ولا شنو. اخ يا ربي. When the rainbow rhythm start to play dance with me make me sway like a lazy ocean hugs the shore hold me close sway me sweet. شفيني؟ ما ادري احس كنا ودش تقولين شيء من قعدنا وانت ساكته. في شيء صاير شيء؟ لا ان شاء الله ما كله العافيه، بس يوسف بغيت اكلمك في موضوع بصراحه خايفه انك تعصب.
أنا أعصب عليك؟ متى أعصب عليك وأنا أتناقش معك؟ كل مرة. أنا؟ إيه. وخاصة إذا كان الموضوع يخص خواتك. لحد شيء عن الدلع. تقول إيش فيهم خواتي؟ ما فيهم شيء. يوسف الله يخليك. عقب العرس ما أبي أقعد وياهم، خلني قاعد في بيت بروحنا عافية. إذا إحنا تحكينا بهالموضوع خلاص، أنا قلت رأيي لا. يوسف ليش لا؟ أنت تدري إن أنا ود كلش ما نتوالم ويا بعض، وغير كذي أنا ما أقدر أخلي سليمان بروحه في البيت. ولا أنا أقدر أخلي خواتي بروحهم بالبيت بدون ريال. بس جنان عن 1000 ريال وأنت تدري. وبعدين يوسف أنا مو مرتاحة كلش، وغير كذي أنا متأكدة إذا تميت قاعدة وياهم بندش في مشاكل ما لها أي معنى. أوه يبا إذا قصدك ود أنا أضمنك إن هي ما تجي صوبك بعد، إيش تبين؟ يوسف عافية عشان خاطري ما أبي أقعد وياهم، قلت لك خلينا نروح نقعد في البيت بروحنا، شو المشكلة يعني؟ خلاص عاد شفيك؟ أعطيني فتشة أفكر وأقول لك. خلنا ناكل. إذا وعد؟ وعد، وعد. ذبحتيني خلنا ناكل. أكرمك الله، معنا ما يصير أنت اللي تدفع وأنا اللي عزمتك، بس بمشيها. مو على كيفك، معنا أنت ما عزمتيني، أنت بس اقترحتي. يا العيار. الحين مو أنا اللي داق عليك قالت لك فاضي ولا لا خلنا نطلع نتغدى؟ إيه هذا اقتراح مو عزيمة. زين المرة الجاية بقول. يعني في مرة ثانية؟ أكيد. زين مشكور وايد على الغدا، وايد استانست، وإن شاء الله نلتقي قريب. أنا بعد وايد استانست. باي. باي. فهود ماشي بعد؟ بسم الله طبعا ناسبين يما. انزين اخذ صحنك وروح دارك كمل. يما روح وين اكل بداري؟ باكل هني. انت ليش تردد؟ قلت لك اخذ صحنك وروح دارك فوق. يا زين زين ادخل واحد تغدى بخلص الصحن. يلا عاد والله. يعان مو قاعد اكل. ادخل واحد تغدى. ممكن أعرف ليش زفيت الولد وما خليتي ياكل هني؟ لأني بصراحة قاعد أطبخ من داخل، ما يتقهر، في سالفة لازم أقولها لك. شنو؟ سالفة؟ خير صاير. هاو جنان؟ أنت لحين هني ما مشيتي؟ لا، قاعدة أطلب أشياء على النت. يلا. هو شنو هذا؟ انت رايحه تتغدين بالبيت؟ لا، ودي يوسف بيتغدون برا، قلت له تغدى هني وبالمره خلص شغلي. بالعافيه حبيبتي. عافيتش. انا ما شيت ابين شيء؟ لا سلامتك، بس عافيه لا تنسين تضبطين الاعلان مال الوظايف عشان ننشره باكر بالكثير. ها ان شاء الله اليوم المغرب يكون زاهر. مشكوره. يلا مع السلامه. نجاء. هلا. سوري على اللي صار اليوم، أنا وايد آسفة صارخت عليك قدام الموظفين. والله مو قصدي، بس فلتت مني أعصابي عقب اللي شفته. أنا آسفة. انسي ما صار شيء. باي. غلط غلط اللي سويتيه. غلط إنه مو هاين علي خليك في البيت بروحك. يا هلا انا، يا هلا انا عشان تخافين علي. يا هبه يا بعد كبدي، انا محتاج احد يكون هناك عيني ببيت جنان.
انا ناطره اليوم ناطره، وانت بكل برود تقولين حق الريال ما بيعيش معاكم. وليش ما قلت لي هالكلام من قبل؟ انا ايش دراني؟ وبعدين ما حسبتها كذي. ما قلت لك لان سالتك من قبل، قلتي لي انا بعيش ببيت يوسف، لا سوي لي افلام ودراما ما بيخليك بروحك. والله عاد صدقت ولا ما صدقت كيفك، انا صج مو هاين علي خليك في البيت بروحك. وبعدين تبي الصج، انا مالي خلق اجاب لها النزغه ود. واحنا ايش علينا من ود؟ شكوا فيها تحترق ود، انا ود مهمتني، المهم تكونين قريبه من جنان. ليش انت مو قايل لي ان جنان بدت تهدى وكلها اسبوعين وثلاث وتردون حق بعض؟ مو اكيد، الله يسمع منك، بس هالحكي هذا مو مضمون. انت تعرفين جنان، جنان كل يوم براي، وانا محتاج احد يكون هناك عيني عشان اعرف اتصرف معاها. سليمان الله يخليك، انا تعبت منك ومن سوالفك، تكفى طلعني من خطتك هذه. انا ويوسف ما لنا شغل بشيء، وبعدين انا ما ابي اخسر عشان انت ما تخسر جنان. هذا حكي جديد، خطتي ما كنا كلنا نخطط مع بعض. شو اللي تغير؟ اللي تغير ان يوسف صار بالنص، وانت تدري انا ايش كثر احبه، وما ابي اي شيء ياثر على علاقتنا. الله، عشان يوسف تبيعين اخوك؟ سليمان انا ما ابيعك، بس هم ما ابيع نفسي ولا ابيع ريلي. وبصراحه انا خايفه اللي صار بينك انت وجنان يصير بيننا. سليمان انت وجنان كنتوا شحالاتكم، كنكم البخت، كل اللي يشوفكم كان يتمنى يكون مثلكم. وشوف بس دشت بينكم الفلوس شنو صار. وبصراحه انا خايفه بدال الفلوس تدش بيننا شيء ثاني يدش بيننا. شيء ثاني؟ شيء ثاني مثل شنو؟ انتو جنان. ود ود ها ويعاء قاعد حاكيك، انا مجابله تليفون طالعيني. هلا. نعم خير الحمد لله والشكر. قاعد نكت انا مينونه انتي ايش قاعد تحكين؟ واي يوسف، تحقيقه هو تحقيق، ليش تضحكين؟ ليش تسولفين؟ حبيبي ترى انا اختك، مو قاعدين بالمخفر تحقق معاي. بس عاد لا تطولين لسانك. يه جنان ردت ولا بعد؟ لحظه لحظة، احلف بالله احلف ان هذا هو السؤال، لان اذا صج تطلع وايد سخيف. كان اختصرت وسألتني وانا اقول لك يا اي يا لا. لا ما ردت، في شيء ثاني؟ بس عاد يه بالع طير. شنو؟ هاي. هلا جنان. قوة. يلا حبيبتي. هلا والله، اشوفكم قاعدين مع بعض. لا اسم الله علي، مينونة انا جابل هذا. بعدين زينيتي، هو من رد من ست الحسن والدلال وهو يسأل عنك. ايش تبي؟ ايش فيك؟ ماكو شيء، بس في موضوع متحكين فيه انا وهبه وابي اخذ رايك فيه. بس ليش واقف هيك؟ ايش فيها هبه؟ ما فيها شيء، بس تقول بعد الزواج ما تبي تعيش هني، تبي ان نعيش عندهم بالبيت. صراحه برافو عليها هبه، هذا احسن شيء قالته، والله طلعت البنيه تفكر. يا بختي. وبعدين ما عاد شنو؟ شنو؟ لا تصيرين ياهل، عاد خليني اتفاهم مع اخوك. زين. يا تسكين حلجك يا تقلفين دارج. لا لا ما بطلع داري كاني. ها. زين ما قالت لك شنو الاسباب؟ تقول انها ما تبي تهد سليمان بروحه وما لها خلق مشاكل معه. وانت شنو رايك؟ اكيد ما بيهدكم. يوسف حبيبي، انت ما انت مسافر برا الديره، بعدين كاهو بيت سليمان شريب. وبصراحه هبه ما تلام، الاخت ممكن تطلع لها قرون. ايش دعوه ايش دعوه؟ قالوا لكم سعلوه ولا حمارة القايله؟ بعدين هي اللي تعيل علي وانا ارد، ما قلت شيء، لا تحسون ان انا شريه بالبيت. لا كلش، انت فراشه نسمه، انت منو يقدر عليك؟ منو؟ وبعدين البنت ما تبي مشاكل، جزاها الله خير. لا صدق. ليش انت موافقه عيش هناك يعني؟ يوسف انا مو من حقي اوافق ولا ارفض، هذه حياتك انت، انت وهبه تقررون ولا تشوفونه صح سوا. Thank you.
الو علي. لا انا جاهزه توني مشيكه كلهم نايمين. اي طبعا متاكده. منو؟ لا فهود ما راح يجي الحين. واي ايش فيك انت؟ ليش قاعد تودهني؟ بروحي مخترعه. انا توني متصله عليه قلت له يجيب لي شيء معاه وهو جاي، قال لي انا متاخر. خلاص انت انطرني عند الباب الحين بنزل. يلا اوكي ما راح اطول، مع السلامه. هديل وين رايحة؟ أيه يبا ما تعجين، ردي علي وين رايحة؟ يبا أنا والله صدق أشوفه هو ما همه قلبي، ليش أنا أفكر فيه؟ على الله يخليك لا تصير مثالي، أنا أحبك وأنت تحبني، معاشي على الفلوس اللي عندك من أثث أحسن بيت وبنقعد فيه، ايش ذنبي فيهم؟ وين هذه؟ تأخرت. راوي كلامي عم بعينك، عم بعينك يلي مستيح على وجهك يا جليل حياة. هذا يساي اني وقفت معاك وخليتك تصير ريال، تشيش بنتي انها تنحاش معاك يا النزل يا الوسخ، تبي تسوي دويه قدام العالم، تبي تفضحني قدام الناس. عمي 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 كسر حسك صوتك يا سيدي، ما نبي فضايح، تكفى عمي. خايف من الفضايح؟ واللي بتسوي هذا شنو مع بنتي؟ اكبر فضيحه يا جيلي الحياه، هذا جاي اني امنتك على بيتي وعيالي ومرتي. عمي والله العظيم هي اللي قالت، وقسم بالله عمي هي اللي قالت. شوف ولا كلمه، لاني عمك ولا اعرفك من اليوم ورايح، وان شفتك وطوط صوب البيت ولا مريت بالفريج اسبحك بدمك، فهم؟ انا شو اذبحك يعني اقطعك تقطيع كله في عزف. عمي عمي عيالك ابو سيدك وسامحني
واخر لا تنيس ايدي. ماني عمك اقول لك، ماني عمك ولا يشرفني اكون عمك. يا جليل الحياة ان شفتك هني اذبحك، عارف يعني شو اذبحك؟ يا جليل الحياة اللي ما شفتي على وجهك. عمي تكفى. سويت اش ونكني رحت دارك ادورك ما لقيتك. تجيب قعدتش انا عبالي انت نمت من زمان. انا كنت نايمه بس شفت حلمو زين وقمت اوسوس ويت ادورك. تعوذي من ابليس وما كلها العافيه ورد نامي. تصبح على خير. انت من جنان. هلا. ايش حلمتي فيه؟ ماكو شيء، ما له داعي أقول. تصبح على خير. البنت هذه غير. أدرجني أول مرة تعرف على بنية. هذه لما أسولف ما أعرف أرتب الحكي، أتودع أحرق. آخ ندور. بس لا تشوفها لما تضحك. أذوب. تدري شنو يعني أذوب؟ يا الخروف اذقل. صدقني إن حست فيك كذي بتنحاش. البنات ما يحبون واحد كذي خفيف. دير بالك. لا تسوي نفسك إنك فاهم. أنت حق طل ما تنفع. قلت لي إذا درب وضعك راح تطيح من عينها. عاد أقول لك شيء. البنت هذه معجبة فيني الحين. يا سلم. وشلون كذي والله؟ هي قالت لك ولا أنت اللي قريت عيونها؟ طبعًا هي قالت. كم زين يلا بس قم. تشفيك؟ إيش حقي مو مصدقني؟ أنت ما تشوفها مو طاقة ثقل عليها؟ يبا البنت هذه غير، يعني اللي بخاطرها تقوله يعني ما تخش شيء، يعني مو بس ديكور وشكل وفيلم، لا لا ما عندها الحركات، البنية واضحة.
عيل دير بالك منها، لان اذا لزقت فيك ما راح تفتش. دير بالك. ايش فيك اهبل؟ انا ابيها تلصق، انا ايش حق ادير بالي منها؟ يا حبيبي ايش فيك قاعد احاكيك انا؟ هلا علاوي، ايش فيك؟ صدقك خلاص كان جايلك. يلا كان جايلك. يلا ركان اخ وين رايح؟ ركان قاعد احاكيك انا. وبعدين ايش صار؟ ركبت السيارة وجيت هني، لقيت نفسي عندك. علي اللي سويته وايد غلط. أدري، أدري إنه وايد غلط. قلت لها والله العظيم قلت لها غلط، قلت لها ما يصير كذي، بس شو أسوي؟ طاوعت كلامها. بيني وبينك أنا خفت تروح على غيري. خلاص خلاص اهدى، صار اللي صار. إيش فيك قاعد ترجف؟ خاف يسوون فيها شيء. لا تخاف، هذيل أهلها، إيش بيسوون فيها يعني؟ طراق طراقين وبيحبسونها كم يوم ويهدونها. لا لا، انت ما شفت عمي شلون كان عايش علي، كان بايعها. ما شفت شلون مكلم فيني، عادي يذبحني. تبي الصدق؟ ما يلام، هذه بنته. اخ بس اخ، ما شلون طاوعته، ما ادري شلون طاوعته. ادري انه غلط، ادري. خلاص خلاص اهدى، ايش بتسوي يعني؟ تقدر ترجع الزمن عشان تعدل اللي صار؟ انا بس ابي اطمن عليها. ما ابي ولا شيء ثاني، بس اطمن عليها. لا تحالتي راح تطمن عليه. قوم خلينا ندش داخل خلينا نلف ايدك. قوم يلا. حياك علي حياك. يبا البيت بيتك وابيك تاخذ راحتك، واي شيء تبي كلمني. بس احس انه فشله، لو ماجر جار يومي كان احسن. اخاف اثقل عليك. استحل اويك، شنو اثقل عليك؟ اقعد اقعد اقعد، اثقل عليك. اي بس اخاف اضايق نادر وخالتي موزه. يلا عاد عن حكي الفاضي، هاك خذ هالنقصه من نادر، كستنا فرش خذ. بعدين انت عارف ان نادر مو ضار شيء، وامي موزه وايد تحبك، يعني راح تستانس بوجودك هنا. اكيد اكيد. لا تحاتي، انا اقول الحين بدل ملابسك وعط راسك ونام، وباكر نقعد نشوف شو نسوي بموضوعك. يلا تصبح على خير راكان.
شيك مشكور وايد بصراحة. أنا ما عرفت أتصرف، لقيت نفسي عند باب بيتكم. حليوي من صدقك استحلى وهيك يبا، إحنا أخوان. بعدين أنت ياما سويت لي وحطيت لي، الآن شو مسوي لك؟ ترى كلها سرير ومخدة. اسكت بس اسكت. هم مشكور. خلاص عاد يلا عن الأفلام البايخة. أنا لو مسوي لك شيء كان فناقل لبر البيت. أنا أقول حط راسك ونام وأنا خل أشوف نادر. يلا تصبح على خير. عيست عيست وانا اقول لك الطيب مع هالاشكال ما يبي الا الشر. عيست وانا اقول لك هذا من وراه الا المصايب. شفت ايش سوى الحين؟ بسالك سؤال، انت فقير ما عندك فلوس ما عندك بيزات، عايزان تجيب حق بنتك سايق يوديها ويجيبها؟ اي عايزان ولا ايش حق مخلي قاعد في البيت هني واي ام على هالبيزات اللي ما يت عليها؟ بس تدري شلون؟ الله انا لو ما يحبني كان انحاشوا، كان ما طحت عليهم سمعتهم يتدفقون بالحاشون، ولا كان انا مت. يوه كان مت، كان اتفرفر تحتك هني اتفرفر عليها لما تطيع. بس الشرها مو عليه، الشرها على اللي قال له هذا بيتك اسرح وامرح فيه بكيفك. عرفت الشرها من عليه؟ اسالوا فرعون، قالوا له من قال لك انت فرعون؟ قال ما حد قال لي. نعم، وش حق طالعني كذي؟ كلامي غلط كله صح بصح؟ ها وين رايح؟ ايش فيك سافهني كذي؟ ما ترد ما تتحجى؟ بنام صكي حلجك وليت معاه وطلعي برا وفكيني. وي عفية قلب، ابى اعرف شلون تحط راسك وتنام عقب اللي صار. اي ما تشنها بنتك. قلت لك صكي حلجك وليت معاه وطلعي برا وفكيني. لا اقوم اطلع حرتي كلها فيك. ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ ما تفهمين؟ انزين وانزين بلعب. تفضل. سلام. هلا هبة، شلونك؟ تمام، انتي شلونك؟ شو تعرفي علي زايرتني اليوم؟ ماكو، بكلمك بموضوع. تفضل حياك. ترى يوسف قال لي انك ما تبين تقعدين عندنا بالبيت، وانا ما عندي مشكلة. لا جنان، مو هذا الموضوع كلش. عيل شنو الموضوع؟ الموضوع يخص ود. ايش فيها ود؟ اعطي لها ريوق، مع انها ما تستاهل. اعطي لها ريوق. يبا يبا وين علي؟ يبا والله علي ما له شغل. يبا انا السبب. يبا والله جب ولا كلمه، ما ابي اسمع صوتك. حشمي روحك وبلعي العافيه. لا انحرج بس، ما ابي اسمع نفس. نفس قطعي. طيب تلحق يلا. ها عولت عليك يبا. يبا 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 افتح الباب.